حين عرض فكرة إنشاء نادي طلبة طب الأسنان على مجلس إدارة مجلس إدارة الجمعية كنت أحد الحاضرين، و يعني أصابني تفاؤل مباشرة وأمل بأن يكون هذا النادي فعلا قناة يستطيع من خلالها طلبتنا أن يروا أو يعرضوا ما لديهم من إبداع ومن إمكانيات للعالم. أنا فخور بكل واحد ساهم، وأتمنى من الطلبة يعني أن يتخذوا أعضاء مجلس إدارة النادي والمنتسبين للنادي قدوة، يعني الطلبة اللي لم ينتسبوا إلى مثل هذا النادي أن ينتسبوا لأنه فيه الخير الكثير. هذا العام تم اعتماد طريقة التصويت الإلكتروني في انتخاب مجلس الإدارة الجديد. اليوم أعلنت النتائج بتمثيل 7 أعضاء لمختلف مناطق المملكة من جيزان والرياض ومدينة جدة. الطموح والعشم بالشباب الجدد كبير، وطموحي الشخصي أني بعد 10 سنوات أحضر اللقاء العاشر بإذن الله.